على قدم وساق تجري الكنائس المصرية بمختلف أطيافها استعداداتها القصوى للاحتفال بأعياد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة. خارج أبواب الكنائس منعت السيارات من الوقوف نهائيا بعد أن وضع سياج وحواجز أمنية، كما دعمت الإجراءات الأمنية بالبوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، مما ضعف من إحساس الأقباط بالأمن والطمأنينة. الكنائس متأمنة على أكمل وجه، وطول ما احنا كلنا مترابطين مع بعض مش في اي قلق ولا اي خوف. الناس مطمئنه كويس جدا، والاحتفالات عليها اقبال الكنايس نسبه الاقبال فيها زادت جدا جدا جدا. في فريق كشافه موجود في بطريركيه الارم الارثوذكس، فريق الكشافه ده بيقوم ان هو بيقف على البوابه بتاعه البطريركيه، بيساعد وزاره الداخليه عشان خاطر الشعب اللي داخل على باب الكنيسه يتفتش وما يكونش في اي حد غريب داخل البطريركيه. الكنائس من جهتها استعدت بمغارة وشجرة الميلاد إضافة لأشكال من البهجة والفرحة بالعيد، وكذا توفير أماكن للمصلين وغيرها من الإجراءات الاحتفالية قبل أيام قليلة من قداس الميلاد. عدد من الكنائس بيحتفل يوم 6 يناير نفسه 6 يناير مساء، في البعض بيحتفل يوم 7 يناير صباحا. الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجليزية هيكون يوم 6 يناير الساعة 1:30 ظهرا في الكنيسة الإنجليزية في أسود دبارة. تبدأ الاحتفالات يوم يعني اليوم السابق للعيد اللي احنا بنسميه البرامون، وهو اليوم السابق للعيد طبعا بإقامة الصلوات بالليل إن شاء الله بالقداس الإلهي. طائفة الأرمنية الأرثوذكسية بمصر ستحتفل عيد الميلاد المجيد كما رأينا وشعرنا في سنوات المادية بأمن اللازمة ورعاية حكومة مصرية، سنرى أيضا رعايتهم، سنحتفل الأعياد الكل، ولذلك بدون خوف. بالرغم أن الحزن هو داخلي، لكن الاحتفال زي ما قلت لحضرتك كان جميل، ولم نشعر بأي لحظة خوف إطلاقا. عيد للميلاد يأتي بعد أيام قليلة من تفجير الكنيسة البطرسية، حادث لم يؤثر في الأقباط أو إقامتهم للصلوات والاحتفال، وحالة كفيلة بأن تدحر كل أهداف الإرهاب الأسود. طارق أحمد، هنا العاصمة.